أهلا، اليوم هعمل خبز الباجيت. أول شي هحط الخميرة ولعقة دقيق على الموية وأحركها لين ما تتفاعل معانا، بعدين أضيف باقي الدقيق والملح وأحركهم بالملعقة وأغطيهم لمدة 15 دقيقة. هبل اليد بموية وأعمل عملية المد والطي، وأكرر العملية كل نص ساعة لين ما تكون معانا عجينة ما تتقطع. هنزل العجينة وأرش عليها دقيق وأقسمها 4 أقسام، بعدين حف على شكل مستطيل وألفها وأضغط عليها بشويش. آخر شي حتركها تتخمر ربع ساعة في الصينية، وأكون شغلت الفرن على درجة حرارة 400. هعمل فتحات بالمقص وأحط صينية فيها موية في الفرن عشان تكون عندنا بخار يعطينا قرمشة الباجيت. لما يخرج معانا هحطه على الشبك عشان يبرد، نقدمه مع زبدة وبالعافية.